أعرب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي عن خالص التعازي وصادق المواساة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة والبرلمان والشعب المصري في ضحايا حادث الحريق الذي اندلع في كنيسة المنيرة بمحافظة الجيزة. أكد العسومي على تضامن البرلمان العربي مع مصر في هذا الحادث الأليم، وأكد على دعمه الكامل فيما تتخذه من إجراءات لاحتواء الأزمة، داعيا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا ويمن بالشفاء العاجل على المصابين، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.